أنا اسمي بالكامل زي ما سيادتك بالتأكيد عارف، رأفت علي سليمان الهجاني. أبويا الله يرحمه الأستاذ علي سليمان الهجاني، ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. أنت لو شفت طارق دلوقتي مش هتعرفه. يا سلام، كبر يا سيد نديم. بسم الله ما شاء الله بقى طول. يا سلام، شفته يا سيد نديم؟ من بعيد طبعا. وأخبار رفيق إيه؟ بقى عقيد قد الدنيا، ماسك مركز ممتاز دلوقتي. ومصر؟ مصر بخير يا رب. بنبني بنبني في كل مكان وفي كل مجال، في الصناعة والزراعة والاقتصاد والتعليم، في الفنون والآداب، في الجيش، في العلوم، بنشق طرق وبنقيم مصانع ومدارس، بنستصلح أراضي وبنبني السد العالي. مش معنى كلامي طبعا إن احنا عايشين في جنة، أكيد في أخطاء، بس المهم ان احنا مش واقفين بنبني. انت لو شفت مصر دلوقتي مش هتعرفها. للدرجه دي؟ بعد عدوان 56 انطلقنا. البركه فيك. ممكن تحكي لي شويه عن مصر؟ مش قبل ما تحكي لي انت عن اسرائيل. انا هحكي لك كل اللي انت عاوزه، بس سيادتك لازم تعرف حاجه من الاول وبوضوح. ايه هي؟ انا لحد كده وتعبت. اكيد احنا عارفين، او على الاقل نقدر نتصور انت تعبت قد ايه في اسرائيل الكام سنه اللي فاتوا. بس علشان نعرف اكتر لازم نعرف انت عايش ازاي في اسرائيل. بصراحة رأفت، انا محتاج اتعلم حاجات كتير عن اسرائيل. انت اصبح ليك خبرة كبيرة بالمجتمع الاسرائيلي، ودي خبرة لازم نستفيد منها. انت سيادتك عاوز تعرف ايه بالظبط؟ كل حاجة، كل اللي عرفته واللي عشته واللي اتعلمته، كل اللي جرالك. شوف يا سيد نديم، ممكن استأذنك في حاجة الأول؟ اه طبعا، اتفضل سيادتك. ايه رأيك؟ ايه ده، تسجيل ده ولا ايه؟ عايز اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. سيادتك عايزنا نبتدي منين؟ من يوم ما اتولدت. ها؟ الكلام ده علشان التاريخ يا رافت. شوف يا سيد نديم، أنا اسمي بالكامل زي ما سيادتك بالتأكيد عارف، رأفت علي سليمان الهجاني. أبويا الله يرحمه الأستاذ علي سليمان الهجاني، ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. Thank you.
محدش وقف جنبي في الايام الاخيره غير اس البولانسكي. دي السكرتيره بتاعتك مش كده؟ اه من يوم ما بدات الشركه. لكن المشكله اللي تحبك في علاقه بينكم؟